فانا عمري في حياتي ما تمنيت البطوله المطلقه، بل بالعكس، لان انا وجهه نظري اني للاسف الشديد في مصر لما حد بيعمل بطوله مطلقه وربنا يرزقه بدور تاني حلو جدا، بيتكسف الاستاذ احمد عبد الباسط او بيخجل من انه يرفع تليفونه ويكلمه، لان الراجل ده خلاص اتصنف بطوله مطلقه. فانا ليه ده كلامي طول عمري، ليه احرم نفسي من ده؟ محمود المليجي ما كانش بطل في يوم من الايام، هو نجم النجوم، هو ده اللي انا بقوله طول عمري. فهي المساله كده، لان كل ما حد يجي يكلمني اتكلم على عدلي كاسب واتكلم على محمود المليجي واتكلم على زكي رستم، الناس ديت اللي بتكتب دايما الاسم الرابع والخامس والثاني والثالث، وابرو ما كتب اول اسم، وبرضه لو كتبوا اول اسم كتبوا اول اسم زي انا كده في نورت مصر عشان هم الاكبر يمكن سنا او القدير او الكلام ده، تمام. ولكن دائما وابدا يعني لو قلنا ان محمود المليجي هو بطل فيلم الارض، طب ليه مش عايز يطلع ليلى؟ ليه مش شاهين ابراهيم؟ ليه مش يحيى شاهين؟ بالظبط. ليه مش علي الشريف؟ يعني هتلاقي الادوار مش البطل يا انت كده غيرت كلامك على فكره. والله يا فندم انا عمري في كلامك انا في كل البرامج قلت كده. بس انت اصل خلي بالك، هو ممكن، خلي بالك يا استاذ احمد، هو ممكن يعمل دور تاني في 20 مسلسل، لكن مش ممكن يعمل دور بطل في 20 مسلسل. هو ماسك هو حاسبها اقتصاديا على فكره.